معايا دائما كنوجهلكم الشكر. واللي بغيت نزيدو هو الاخت فاطمه راه عطات نبدا على الثقافه. اللي بغيت نهضر عليه هو ان الثقافه فعلا عرفت واحد الركود ديال العلاج. الثقافه ما بقاتش باينه واحد ان سيغتان طون. دونك حنا باش نرنوها وباش نديرو ما على الجماعه الا باش تبدا واحد المجهود والدعم ماديا ومعنويا باش توصل ثقافه. لان ما يمكنش نهضروا على المعمار ونهضروا على هذه وما كنهضروش على الثقافه نهائيا. لان نورمالمون كاينه شركات كاينه هذا خصهم يدعمونا ويدعموا الثقافه. لان ما يمكنش هذا الميدان ينسلخ على وجه مدينه العرايش، لانه هو اللي كيبان. انا ملي كنخرج كتجربه على برا كنشوف ان الثقافه كيعطيوها اكثر ما كياكلوا اكثر من البناء لانهم يبنيو، لكن الثقافه كيدعموها بزاف. باش ما نطولش عليكم، تبارك الله عليكم كلكم على الحضور ديالكم على الكاريزما ديالكم.